السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نزيدو نتكلموا على ماجر غادي نوصلوا، غادي نرسلوا لي ميساج بلاتيني فانيك لعب ديك المباراة، وبولي فانيك غادي نقولوا له يهدر كاش ما كاين بينك وبينه، وبلاتيني يهدر شكاين بينك وبينه في طوع الى ماتوا اونكا حاجه ولا ماتوا لحاجه يكون على بالهم. يقول لهم انا مارادونا، انا ومارادونا اصبحنا اصدقاء، انه رجل طيب متواضع وحنون جدا. ببساطه مارادونا استثنائي جدا. تقول قضيه تاع عشق تاع حب ودعم. وين تحدث الجزائري السابق رابح ماجر قصه طريفه جمعته بالأسطورة الأرجنتيني الراحل ديغو أرماندو مارادونا في حفل اعتزال النجم الفرنسي ميشيل بلاتيني. وهذه هو قال حفل اعتزال، لا ذيك البارتية اللي لعبها مارادونا ولعبها بلاتيني، هذيك مباراة خيرية، هذيك مباراة خيرية. شوفوا تشوف مارادونا وماجر لعب مع في مع مارادونا رابدين تعلال المخدرات، ومليها كيسموه بلاتيني لعب تعلل الرشوة في كرة القدم. مارادونا خرج يتعاطى المخدرات، وبلاتيني خرج تاع رشوة، خرج بقضايا تاع فساد، ما يزيدش يدور في البولة تاع في البولة كاع قضايا تاع فساد. وماجر خرج تاع أراضي، ماجر يبغي الأراضي، كون غي يديروا له أرض لهنا، لا اللي خطف الأراضي وال 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 والحوانيت في والحوانيت وين في المطارات في الاخر، كيما نقولوا حنا داي في المطار الدولي داي فيك حوانيت، في المطار نور في السينيا داي، في مقام الشهيد داي، الجامعه الكبيره اللي جايه في الجي كان داير بيتزيريا كاع وين تا كان دايرها بالك باللحى ولا مع ستاير. هذا ما يدير تا ماجر. وقال ماجر لوكاله انباء الالمانيه خبر وفاة مارادونا أحزنني جدا لدرجة أنني لم أصدق في بداية إلا بعد تأكد من وسائل الإعلام العديدة أن الموت كاينة ويموتون بعد هذا استولى. أنا عجبني غوركيف، أنا والله لا عجبني غوركيف، تحيا غوركيف والله لا عجبني غوركيف. قال لهم بعد ماتوا بعد، قال لهم هذه كلمة تاع اليد الإلهية، هذه يد إلهية. قال لهم هذه، قال لهم هذه استهزاء بالدين. استعرب به غوركي، وانت يا ما أمنش باللي مات. الموت كاينة حق، الموت حق، الموت حق. انت راه يتبان لك باللي ما كاش الموت، انت داير في راسك باللي ما كاش الموت، مازال دير خيطان في يدي. وأضاف مارادونا أيقونة وأسطورة كرة القدم. برحمة الوالدي، لا كاش ما قال لك بلاتيني هدر ضروك، ماشي تيموت ولي تهدر. بولي كاش ما قال لك هدر ضروك، ماشي تيموت. راني نقول لك وهو افضل لكل اوقات. بصح انت في 87 قلت لهم انا احسن من مارادونا، هذا الجورنال كاين. سيبقى حي في قلوبنا رغم ان الملاعب ستفتقده، تعازينا خالصه لعائلته ولكل ارجنتين وكل محبيه وعشاق كرة والكرة واللعب الجميل. اللعب الجميل كما تشكل له. وين وصل ماجر، أعرف مارادونا شخصيا منذ عام 1988، أول مرة التقينا كانت بمناسبة مباراة اعتزال النجم الفرنسي ميشيل بلاتيني. هذه أول كذبة، تلاقيتو في مباراة خيرية. كان لي حديث كانت لي حادثة طريفة معه حينها، لأننا كنا نلعب في نفس الفريق حيث تقدمت دون قصد لاعبين فريقين قبل الدخول الملعب، رغم أن مارادونا كان هو القائد. ولما اكتشف الأمر عدت للخلف وطلبت منه التقدم، لكنه اعتذر وقال لي بلطف لا يهم تقدم أنت الأكبر سن، بيد أنني اقتنعت في النهاية بأنه إنسان متواضع جدا. بوليش قال لك بولي تخرب رابدك فوق ظهره، لا بولي تخرب رابدك فوق ظهره، وبلاتيني تخل رابدك هكا داير لك دعم
دخل دايلك دعا الله يعليها لك. ثم التقينا في دبي للمرة الأولى بمناسبة ملتقى حول الاحتراف داخل الأندية الإماراتية، ومرة ثانية بمناسبة برنامج تلفزيوني لاكتشاف مواهب العربية الذي سمح لنا بمعرفة بعضنا بعض جيدا، لأننا ما كثنا 3 أشهر معا. ما خطبكش؟ ما خطبكش؟ الله يحلها لك. هاكو خطبك والله، لكو خطبك آخر. يا دراري صاييك هدرت انت بلومي بلومي، كان قادر بلومي يلقى بلومي يقول انا يا قاعد بصح بلومي قال لهم العب قول اي تحيا قور كيف، والله تحيا قور كيف. انا نقول لك ما خطبكش، ما خطبكش. الناس يعايروا في قور كيف، عنده الحق شي قال. ويتكلم المواطن الناخب الوطني أسبق كريستيان كوركيف كلام فيه شيء من قالك فيه شيء من القسوة حول راحل أسطورة يا ودي لا متوعوا لا ما هدرتوش عليهم. وأوضح كريستيان كوركيف في تصريحات أدلى بها لصاحبة ليكيب فرنسية لا أعرف مارادونا شخصيا، عنده الحق قال له ما نعرفوش شخصيا تفرجت عليه بصح ما نعرفوش، نجي نقول لكم أنا نعرفه أنا ما نعرفوش تفرجت عليه، لم يسبق لي العمل معه وجه لوجه. حقا يقال مارادونا ليس قدوة من ناحية نمط الحياة، ليس لأنه مات فإنه يجب أن نجعله قدوة للشباب. تعودنا على أنه كلما نفقد شخص ما نتفنن في تعدد حسناته. لا يعطيك الصحة يا غوركي، قولوا دخلوا الجنة، دخلوا الجنة، لمولوا لمولوا الحسنات ودخلوا الجنة. والله لا دخلوه الجنة، أنا تعبوني لمولو حسنات، لمولو الحسنات هكا ودخلوه الجنة. وأضاف التقني الفرنسي البالغ من العمر 65 سنة، يبدو لي استعمال عبارة اليد الإلهية شو هنا عجبني غوركيف غير في غير محلها. مارادونا كان له إنجازات ومؤثر، وهذا الهدف يجب أن لا يدرج ضمن لائحة أعمال البطولية الخالدة، في إشارة إلى الهدف الذي وقعه مارادونا بيده لمصلحة الأرجنتين وفي مرمى الإنجليز برسم ربع النهائي مونديال مكسيك 86. غير أن غوركيف مدرب الحالي للفريق نوت الفرنسي واللعاب الدولي والمدرب للعاب الدولي الجزائري مهدي عبيد قال كنت معجب بمارادونا، لقد عايشت أجمل فترات مشواره الكروي، كان رائع وموهبة موهوب ويمثل إلى استعراض الفني. مارادونا ظاهرة كروية، لازم الكلمة الحق تقال. قالك بصح قالك أصبحنا كلما نفتقد شخص ما نتفنن في تعدد حسناته. قالك هذا الشيء غير كاش منه، قالك الكلمة تاع عبارة ويبدو أن استعمال هذه قال الناس تعال إلى يد عبارة يد إله هي غير في غير محلها، وعنده الحق، عنده الحق سبحان الله في غير محلها. أنا تبلي بلي إهانة هذا الإسلام، الإله اليد ربي انت يا بنادم زبال، يقول لك زبال هذاك شتا يدخل الطواليت ويدخل يزبل نورمال مثل وانا يتأيله عيب. كان قادر هذا إيه هذا ماجر، هذا ماجر ماجر غادي نحذروا بولي شا قال لك وبلاتيني خاطر لا لعبتوا في مباراه واحده. بلاتيني شتا قال لك حكك لك في شعرك، اما كاش غادي يموت كاش واحد غادي ما عادش غادي تهدر عليه كاع، ما عادش غادي تهدر هذيك ها بزاف. نتوما على بال فضحتو وين ما تسيب واحد تستغل ذاك الطالو تاعك. يعرفني قال لهم يعرفني خاطش مركي الطالو، يعرفني لعبت هذيك بزاف. ما بلومي قاعد هرو بلاصو سانتانا اونترينر بلومي قاعد هرو بلاصو ما هدرش ما هدرش، قال لهم ودي لعاب صايك نورمال راكي تهدر. هدرت الوكل هدرت في النهار، روحت الوكالة الأنبائية تاع في الألمان راكي تهدر وتعاود مالك. صحابو اللي لعبوا مع داو كوب دي موند صايك سكتوا، وانت راكي تهدر تقول ديت مع كوب دي موند
مزير كاين ناس مزير شويه نعقلوا لك، يجي وانت تقول لنا باللي لعبت معاه في نهار كوب دي مون، والله غير شويه راك غير بشويه راك تزيد، مالك يا ولدي شويه شويه ارتب. العائله تاعو نعزي العائله تاعو نعزي العائله، تيعرضوك ايه مالك يا ولدي.